المرة اللي فاتت كلمتك على أفضل 5 صفقات في إنجلترا، ولما شفتهمش روح شوفهم دلوقتي، لأن المرة دي بصراحة الوضع مختلف تماماً. لأن أسبانيا محدودة عن إنجلترا من حيث القدرة على الشراء، فالاهتمام كان بأندية بعينها، وبالتالي ظهر أكتر من اسم تألقوا في أسبانيا وكانوا مفاجآت سعيدة، بل وبعضهم يمكن أنت ما تعرفش عنه حاجة. فعلشان بقى ما طولش عليك، خليني أخش معاك في الموضوع على طول وأقول لك أفضل 8 صفقات في الدوري الأسباني، واللي فيهم 2 صدمة كبيرة أوي. يلا بينا يا صديقي. رقم 8، خوليان أراوخو. لا مش أراوخو ده، ايوه هو ده، اراوخو ده. وده بقى ليه حكايه، اولها انه ملك نادي برشلونه، والثانيه انه المعار الوحيد من برشلونه اللي تشافي خرج بنفسه اكد انه هيرجع في نهايه الموسم ومش هيمشي تاني. برشلونه اشتراه من لوس انجلوس جالاكسي، وبعدين اعاره لاس بالماس لانه لازم يلعب في الدوري الاسباني وبشكل اساسي، ويبان بقى هل هو يستحق يلعب في برشلونه ولا يتباع في نهايه الموسم. والواد اثبت نفسه بسرعه الصاروخ، سعره زاد الضعف تقريبا من 3.5 مليون يورو ل 6 مليون يورو في كام شهر بس. بقى لاعب اساسي في لاس بالماس ومنتخب المكسيك، وبيقدم مستوى ثابت دفاعيا وهجوميا، علشان كده رجوعه لبرشلونه بقى مساله وقت مش اكتر. رقم 7، شادي رياض. انا ممكن انهي معاك الكلام ان قيمته السوقيه زادت 6 مرات من الصيف لحد النهارده، وده رقم كبير قوي يعرفك نجاحه عامل ازاي. طب خد كمان معلومه بقى كده على الماشي يا صديقي، برشلونه قرر رسميا يرجعه في نهايه الموسم، ايوه، وهيبيع اي مدافع من الاساسيين ويفضله مكان كمان، يعني تألقه اقنع لدرجه ان تشافي ممكن يمشي كوندي او كريستنسن علشانه ويبقى ضميره مرتاح كمان. شادي لعب اساسي مع ريال بيتيس واثبت انه مدافع الحلم لبرشلونه وانديه تانيه كتير، قوي بدنيا، اشول، ودي نقطه مهمه قوي، سريع، سوبر في بناء الهجمه، طوله جيد جدا، ولسه عنده كم؟ 20 سنه بس. كل حاجه تقول لك يا صديقي ان ده قلب دفاع برشلونه الكام سنه الجايين، وواحد من اهم مكاسب الاعاره. رقم 6، كانسيلو. من ساعه ما داني الفش ساب برشلونه وفي مشكله في الباك اليمين، الكلام ده من حوالي 8 سنين، والاول مره جمهور برشلونه يحس ان بقى عنده باك طبيعي اللي هو يقدر يرقص ويصنع اهداف وساعات يسجل، اسم كبير في مركزه يحل مشكله ملهاش حل لسنين، وده اللي كانسيلو قدمه بكل اريحيه. المميز في كانسيلو بقى يا صديقي انه ما كلفش برشلونه غير راتبه، لانه معار لحد اللحظة دي، فإنك تجيب لاعب بالاسم ده وبالإضافة دي ويلعب معاك موسم براتبه بس اللي خفضه من الأساس، دي حاجة سوبر سوبر ما فيهاش كلام. رقم 5، جوندوجان. برشلونة مش أفضل حاجة من بداية الموسم، ودي حاجة أكيدة وكلنا عارفينها، لكن وسط الضلمة دي كلها تعرف إن جوندوجان أفضل لاعب في برشلونة، ويمكن هو الوحيد اللي مستوى ثابت، أيوة، وما ينفعش يخرج من الملعب أو تحمل اي حاجه. وجوده مد لبرشلونه ثقل في وسط الملعب، وكل اللي كان محتاجه خط وسط مدافع يلعب وراه بس، وده مش موجود للاسف في برشلونه حاليا. في عز السواد ده جوندوجان لعب 28 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع 7، مع العلم بقى انه بيلعب وسط متاخر اغلب الوقت، ونادرا لما بياخد حريه يهاجم. بالمناسبه صديقي، هو من اكتر، ان ما كانش هو اكتر لاعب لعب دقايق مع برشلونة في كل الماتشات تقريبا. رقم 4، سافيو. عارف يعني ايه لاعب برازيلي؟ يعني مهاري قوي وسريع قوي وما يخافش من اي مدافع، الكرة في رجله حتة ملبن يشكلها زي ما هو عايز. والحقيقة ان سافيو ده لعيب برازيلي، وركز معايا في حدوتة الواد ده كده، موهبة طالعة من اتلتيكو مينيرو البرازيلي، اشتراها نادي ترو الفرنسي المملوك لمجموعة سيتي جروب، اعاره لشباب اندهوفن، ولما الواد بين كرامه قال لك محتاج خطوه اكبر اعاروا بعدها الجيرونا، بس الفريق جيرونا ده برضه مملوك لمجموعه سيتي جروب، وصل جيرونا سعره 5 مليون يورو،
في نص موسم، سعره بقى 30 مليون يورو. في 20 ماتش بالدوري يسجل 5 أهداف وصنع 5 أهداف، ده غير فواصل مهارية تكيفك وتحل الكرة في عينيك. حاليا بقى هو هدف لأندية كتير بعد نهاية الإعارة، منهم مانشستر سيتي نفسه اللي محتاج فردة مهارية زي ده. سافيو يا صديقي 19 سنة بس، ولو كمل في هدوء هيبقى واحد من أهم اللعيبة البرازيليين في أوروبا. رقم 3 أرتيم دوفبيك، ده بقى مهاجم أوكراني وصل جيرونا ومحدش واخد باله منه، أهي صفقة وتعدي والسلام. لكن الحقيقة بقى صديقي مفيش سلام معاه خالص. مع جيرونا 21 ماتش سجل 11 هدف وصنع 7، منهم 19 ماتش في الدوري سجل فيهم 11 هدف وصنع 6، يعني بالمرتاح كده. ده بقى واحد من أهم أسباب منافسة جيرونا على الدوري لحد دلوقتي. قيمته السوقية زادت من 15 ل 28 مليون يورو، وجيرونا اصطادوا ب 8 ل ربع مليون يورو بس، علشان تقول بكل راحة تسلم العين اللي اصطادته. رقم 2 إسكو، تقدر تقول عليه الرجل الذي عاد من قاع الجحيم زحفا. إسكو بعد ما مسيرته خلاص انتهت والكل كان بينصحه يعتزل وهو عنده 30 سنة، جاله تليفون من بيليجريني غير حياته كلها، طلبوا يلعب معاه في ريال بيتيس ووعدوا انه يصبر عليه ويديله فرصة، وهو لو عايز يرجع تاني يلعب كرة هيقدر يرجع ويفوق نفسه. وإسكو قبل كطوق نجاح ليه، ولكن كان طوق نجاح لريال البيتيس كلها. إسكو ده حاليا هو أهم لاعب في الفريق ومن أهم اللعيبة في الليجا، ويمكن من أكتر الناس اللي خدت رجل المباراة في الموسم ده، سواء بقى فريقه كسبان أو حتى خسران، لدرجة إنه رجع منتخب أسبانيا وخد وعود إنه لو كمل بنفس الشكل لنهاية الموسم هيلعب مع المنتخب اليورو اللي جاي، المنتخب اللي ما شافوش من 4 سنين على الأقل. والجميل في القصة بقى إن عقده كان سنة واحدة بس، وبعد ما قلق رد الدين لريال بيتيس وجدد عقده ل2027، علشان تبقى واحدة من أجمل حكايات الموسم الحالي. رقم 1 بيلينجهام، كنت متوقعها صح؟ ما انت لو متوقعتهاش يبقى عندك مشكلة كبيرة، لأنه مش أفضل صفقة في أسبانيا بس، ده بقى أفضل صفقة في العالم كله كمان، وواحد من أكتر اللاعبين المؤثرين على شكل ونتائج فرقهم. رقميا مثلا لعب 24 مباراة سجل 17 هدف وصنع 6، وانا هنا بكلمك لمؤاخذة على لاعب وسط، واخد بالك مش مهاجم يعني ولا حاجة. وفوق ده كله بقى انه اثبت للكل لمسته على الكورة ومهاراته الفريدة ودوره القيادي، وكل ده ولسه عنده 20 سنة. يعني انت بتتكلم على واحد لو كمل كده 5 سنين بس هيبقى من افضل لعيبة الوسط في التاريخ، وهو لسه المفروض بيبدأ مشواره. بلا ادنى شك هو سرقة ب 103 مليون يورو بس. وبس يا سيدي، هم دول افضل صفقات الدوري الاسباني. ما تنساش طبعا اللايك والسبسكرايب والشير علشان يوصلك كل جديد. سلام يا صديقي.